الثالث في الطريق، ثلاث رؤساء والرابع في الطريق، برلمانات منعقدة وأخرى محمولة، وطبقة داخلية هي الحاكم بأمره، لا تحتاج لقانون لتمارس قمعها، ورغم ذلك تضيف الدولة كل فترة قانونا يتفوق على من قبله من حيث تضييق وانتهاك كافة حقوق الإنسان، سواء بواسطة البرلمان أو الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الدولة الدائم أو المؤقت أو مجلس الوزراء. من خلالكم أبعث رسالة لعلاء ابني وأقول له عذراً يا ابني، عذراً لهذا الجيل، كنا نحلم ونطمح أن نورثكم مجتمع ديمقراطي يحافظ على كرامة الإنسان، للأسف ورثتك الزنازين اللي دخلتها. 73 كنت سجن استئناف، 2011 على كان سجن استئناف، في 83 كنت في نيران درة، النهارده علاء نيران درة. قاضي محكمة دستورية يقترح ان حصل الانتخابات الجاية عشان محدش يطلع عليها، دي كارثة. دي معناها ان يا سيدي المستشار الجليل، عندما اصبحت عضوا بالسلطة التنفيذية، عقليتك القضائية والقانونية اتبخرت، مش موجودة، بقت بحث. دي كارثة يا اخوان. الاسلوب ده يعني مرفوض بشدة بسبب بالذات بسبب وضع المؤسسة العسكرية سواء في المحاكمات أو في ميزانية الجيش أو في إن مفيش رقابة على الجيش أو في إنه يعني كل دي حاجات تخلي الدستور أصلا مرفوض بشدة. بس وأنا عايز أقول النقطة لسه كنت بتكلم من شوية برضه، إن نحن نعيش دولة أجهزتها لا تحترم الدستور، وبالتالي الدستور كله على بعضه ملوش أي أهمية. أسوأ الأشياء في هذا الدستور الاستمرار في السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. للأسف إحنا شفنا خطأ كبير جدا ارتكبه جماعة الإخوان المسلمين في دستور 2018، إن هم كانوا أول من نص في الدستور على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. رغم إن إحنا كان لدينا مجموعة من الـ50 اللي هي كانت قامت بكتابة مشروع الدستور ده، وفي كتير منهم من الشخصيات اللي إحنا عارفين إن هي بتعارض بشكل مبدئي المحاكمات العسكرية، للأسف أتوا لينا بنص أعتقد إن هو بيسمح بمحاكمة المدنيين في جميع الحالات، لكن للأسف الشديد سواء فيما يتعلق بمادة سماح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو المادة الخاصة بتحسين منصب وزير الدفاع وضرورة إن هو يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة 8 سنين، دي من أسوأ المواد اللي هي موجودة في الدستور اللي إحنا هنقوم بالتصويت عليه إن شاء الله يوم 14 يناير.